إذا حال الله بينك وبين معصية عزمت عليها فنجاك الله منها. وقسما بمن أحل القسم، لا ينجي الله عبدا من معصية قدر عليها إلا إذا كان عظيم الكرامة عند الله. قال الله: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ثم قال الله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ثم قال الله: إنه من عبادنا المخلصين. هذه منازل يؤتيها الله من يشاء من عباده، وكن على يقين أن الله كلما عصمك من معصية ثم أحسنت شكره عليها إلا وسيعصمك عما هو أعظم منها، حتى يهيئك لأن تدخل جنته وقد طهرت وطبت جسدا وروحا. إن من أعظم الكرامات عند الله أن يتولاك الله ظاهرا وباطنا. اقرأوا قول الله: وهو الولي الحميد. واعلموا أن من أعظم معانيها أن الله لا يضيع أولياءه. إن الأب لا يضيع أبناءه، والمعلم لا يضيع تلاميذه، والأم لا تضيع صغارها، فكيف برب العزة والجلال؟ لا يضيع الله أولياءه. فالعبد أعظم ما يسعى إليه أن يتولاه الله. صلي في الليل ما شاء الله لك أن تصلي، فإذا قمت بين يدي ربك الولي الحميد قل، وأنت تفقه المعنى: وتولني فيمن توليت، بالله عليك أي أذى سيخلص إليك وأنت في ولاية الله؟ محال.